اليوم بنستضيف اعزاء لينا من الفيوم، من فلاحي الفيوم، فلاح محافظة الفيوم، لطرح قضيتهم حول انتزاع الاراضي التي منحت ليهم بمقتضى قوانين الاصلاح الزراعي في الفترة الاخيرة، وما عانوه بسبب ذلك من مشاق وصعوبات رهيبة في الحياة، يعني محتاجة بالفعل إلى أن الدولة تتدخل لإعادة النظر في هذا القرار الظالم الذي أدى إلى تدمير حياة عدد كبير جدا من الفلاحين وأسرهم. قضية الفلاح في مصر قضية أساسية، وإحنا في الحزب الاشتراكي المصري تبنينا هذه الدعوة، الدفاع عن مصالح الطبقات الفقيرة سواء عمال أو مهمشين أو سكان العشوائيات أو الفلاحين. وتذكروا حضراتكم أن كان هنا منذ فترة قريبة مؤتمر لفلاحي سراندو الذين برضو قبض عليهم وتعرضوا للاضطهاد بسبب دفاعهم عن حقهم في الأراضي التي حصلوا عليها بمقتضى قوانين الإصلاح الزراعي. وكما هو معروف هذه الأراضي التي كانت مملوكة لبضع أفراد من كبار الإقطاعيين وزعت بعد ثورة 23 يوليو على ملايين الفلاحين المصريين لرفع مستوى معيشتهم والانتقال بهم إلى حالة يعني من الحياة الأدمية في حدها الأدنى. ثم بعد التحولات الرأسمالية التي جرت في المجتمع المصري وبمقتضاها تم انتزاع هذه الأراضي بعد عشرات السنين من الحياة عليها ومن ممارسة كل أشكال الإنتاج والجهد من أجل الحفاظ عليها، يعني منتجة وجزء من الثروة الوطنية. أنا لن أطيل، لكن أرحب بيكم وأرحب بالسادة الحاضرين وبالأستاذ المهندس حسام رضا من حزب الكرامة، وهو أحد المهتمين بقضايا الفلاح ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، لأن قضية الفلاحين وما جرى عليهم من مشاكل وخصوصا في التقاوي والبذور الزراعية المسرطنة لها علاقة كبيرة جدا بمقاومة إسرائيل والتطبيع. اهلا وسهلا بكم، وارجو بالفعل ان تكونوا كما عهدناكم دائما خير حاملي لرساله ابناء الشعب لتوصلها الى جماهير وطننا والى المسؤولين، لانه ده قطاع مهم وهو قطاع منتج واساسي. وزي ما بتهتم الحكومه بالراسماليين وبكبار رجال المال والاعمال، وزي ما بتعمل لهم ديزني لاند واكبر ناطحه سحاب ومولات حديثه، مطلوب ان تهتم بالفلاحين باعتبارهم جزء اساسي من الطبقه المنتجه في المجتمع، واللي مش ممكن ابدا هذا المجتمع يتقدم بدون حمايتهم من الظلم والعصف اللي بيتعرض. مستثمرين وكبار رجال الاعمال، كل السبل لاطلاق يدهم في مصر وفي الاراضي المصريه بيتم التضييق على الفلاحين، وكأن الاستثمار وحده هو اللي هيدفع البلاد للأمام، مش التنمية الحقيقية اللي من خلال الفلاحين والعمال. وإذا كانت الدولة بتسهل للرأسماليين ورجال الأعمال كل السبل، فيعني بنطمح ونتمنى ونأمل إن هذا النظام اللي يعني البعض ونحن منهم نتعشم إنه ينحاز للطبقات الفقيرة المنوط بها التنمية الحقيقية اللي هم العمال والفلاحين. الحقيقة أن قضية فلاحين الفيوم ما تختلفش كثيرا عن القضايا اللي احنا عشناها وعايشناها مع كل الفلاحين في بهوت في المنصورة أو في سراندو في البحيرة أو في سمول أو في الغربية في سمول، وفي كل القرى الصغيرة وقع عليهم نفس اللي وقع على فلاحين الفيوم. بالعكس، فلاحين الفيوم كانوا أكثر يعني أكثرهم ظلما، لأن اللي كان ماسك أو في إيده الحزب مهتم بتفنيد قانون الاستثمار، فبنلاقي فيه حاجة فظيعة، يعني تمليك الأرض للمستثمرين بلا مقابل من خلال رئيس الوزراء بيعطي الأرض للمستثمرين بلا مقابل أيا كانت جنسياتهم،
يعني وانا بقرا القانون انا بقيت مستغربه جدا. اولا ممنوع تملك الاجانب في مصر، لما وكان اعتراضنا في دستور 12 كان على انه بيملك الارض للاجانب، فما بالك وقانون الاستثمار بيملك للاجانب ايا كانت جنسياتهم. يعني ممكن نلاقي مستثمرين اسرائيليين بيتملكوا ارض في مصر، فاحنا قدام يعني مفارقة غريبة جدا في الوقت اللي بيتم فيه الاستيلاء على أراضي الفلاحين من خلال الإقطاعيين، بيتم الاستيلاء على أرض الدولة بلا مقابل من الرأسماليين الكبار. يعني الأرض بقت نهب ومقسومة بين الإقطاع وبين الرأسماليين والفلاحين المنتجين اللي منوط بيهم التنمية الحقيقية، بتنتزع منهم أراضيهم وبينتزع منهم قوت يومهم وقوت عيالهم، ونرجع لعصر الصخرة والأمراض والموت المبكر بالنسبة للفلاحين. إحنا عايزين الفلاحين أولاً مش الحزب بس اللي يدافع عنهم، هم كمان يقفوا ويدافعوا عن حقوقهم في عدالة اجتماعية حقيقية بعد ثورتين المفروض إنها تحقق ليهم بكامل إمكانياتها، أو بكامل في 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 الصحة وفي التعليم وفي الزراعة وفي كل شيء، وإلغاء كل القوانين اللي بتسيء للفلاح، وأولهم قانون إيجار الأماكن اللي الفلاحين مش قانون إيجار الأرض الزراعية، القانون 96 اللي بيطمع الرأسماليين وبيطمع الإقطاعيين في الفلاحين وأخذ الأرض من الفلاحين مرة تانية. شكرا. أنتوا الوحيدين اللي منوط بيكوا الدفاع عن أرضكوا وعن حقوقكوا، مش بالقانون بس، قضيتكوا على فكرة قضية فلاحين الفيوم يا جماعة مش قضية قانون، قضية فساد. يعني عائلة والي بتاخد تمكين بعد 5 سنين من حيازة الفلاحين، المفروض ان في القانون الحيازة الهادية المستقرة المستمرة لمدة سنة بلا انقطاع خلاص القانون بيحميها. دول حايزين بعد الثورة رجعوا أرضهم تاني وحازوا الأرض، ومع هذا عيلة والي بتاخد تمكين على بعض الأراضي وبتطردهم وبتجيب لهم أحكام بالسجن. فأين العدالة بالنسبة لكل فئات الشعب المقهورة؟ يعني إحنا داخلين على مرحلة صعبة جدا في حالة إن لم تتلافى الدولة كل هذه الأخطاء. شكرا. محمد يوسف محمود. الأرض خضع للقانون، الأرض خضع للقانون 127 لسنة 61، أرض الإصلاح الزراعي اللي عندنا أو اللي احنا منتفعين لها أو بها قانون 127 لسنة 61، ضمن احتفاظ محمد والي اللي هو محمد أمين والي اللي هو أبو الدكتور يوسف والي، وفقا للقانون 127 لسنة 61 توفى في سنة 66، في 68 تم الاستيلاء عليها وفقا للجنة المشكلة من الإصلاح الزراعي في 20/4/68، وتم توزيعها على الفلاحين على أساس قطعة أرض مساحتها فدانين، وفي ناس واخدة فدان لكل منتفع واقع في حوض زهر تونس رقم 12 في يوسف الصديق تبع الفيوم، وايضا حوض بطن تونس، واغلب المنتفعين من محاربي اليمن. يوجد للمنتفعين اسمائهم بكشوف الربط في الاصلاح الزراعي، واحنا معانا كشف من الاصلاح الزراعي ومحيازين في الاصلاح الزراعي بجمعيه كرم للاصلاح الزراعي التابعه لاداره بشوي للاصلاح الزراعي. تقدم ورثة المرحوم محمد أمين بالاعتراض رقم 181 لسنة 82 وتم رفضه، والاعتراض رقم 693 لسنة 81 وجميعهم اترفض. في سنة القانون 3 لسنة 86 لشراء الأرض بكراسة الشروط، وتم بطلبات شراء، ومعنا طلبات الشراء لحد دلوقتي، معنا طلبات الشراء والإصلاح الزراعي ما بدتش فيها. وفي وزارة الدكتور يوسف في غضون عام 92 أصدر أوامره لرئيس مجلس إدارة الهيئة للإصلاح الزراعي باستصدار تصالح مع كل أرض الاستيلاء من جانب الإصلاح الزراعي.
والتصالح ده كان الدعوة رقم 1065 لسنة 29 للإدارية العليا. وهذا التصالح ما يعني ما فاتش حد خالص في الدولة كلها إلا أسرة محمد أمين والي بس. وده دليل على تربح الدكتور يوسف وقت الوزارة 25 سنة من سنة 80 لسنة 2005. وسنة 97 تم طردنا من الأرض عن طريق القوات الشرطة، وبعد صارت 25 احنا خدنا الأرض وقاعدين فيها. هم دلوقتي بياخدوا قرار تمكين بعد 5 سنين من حيازة الهدى على الأرض، واحنا اللي بنقوم بزرعة، واحنا اللي بنقوم بسقية، واحنا اللي بنقوم بكل حاجة فيها، وبيعملونا قانون سرقة للثمار. طب احنا اللي زرعنا، واحنا اللي حرقتنا، واحنا اللي سقينا، واحنا اللي لفينا، وبالرغم من كده بيقول لك انت سرقت. طب انا سرقت اذا كان هي اصلا تحت ايدي، هي وضع يدي، انا وضع اليد الفعل دلوقتي عليها، والجمعية بتشوفني والزراعة بتشوفني وكل الدنيا بتشوفني وانا في الارض، ودي ارض جدودي وارض ابائي. يعني مش يعني بقالها من سنة 67 لسنة 2015 ده اكتر من 35 سنة واحنا وضعين يدنا على الارض. بياخدوا قرار تمكين بعد الفترة دي كلها. وشكرا. كنت عايز حاجة تانية؟ حد كلمة اتفضل يا حاج عبد الله. ما انت هتيجي وتطلب. تعالى اطلب. تعالى اتفضل. لا بس عايز واحد ما يكونش عايز احكي تاني. ما يا عم اتكلم، حد يتكلم. اتفضل. تعالى اتفضل يا عم. اتفضل. الأرض دي احنا وضعين يدنا عليها من سنة 67 انتفاع إبراهيم عبد الله عبد القادر. من مزارعين إبراهيم عبد الله عبد القادر. مزارعين ايه؟ من مزارعين الفيوم، مركز بشواي يوسف الصديق. الأرض دي احنا استلمناها في 67 عن طريق اليمن، حربة اليمن وحربة 67 المجندين كده. احنا اعطانا كل واحد فدانين، فضلت الأرض دي معانا لغاية 97 عامل الأرض دي في قبل 65 85. جات اللجنة عشان يقدر الأرض، حد عليهم يوسف والي وقال لهم مالكمش، ما سيبوا الفلاحين عنكم، تعالوا حددوا معايا وأنا أستلم الأرض. ففعلا الأرض رجعت اللجنة ومشت مع يوسف والي وحددوا معاهم كده. فضل لغاية 97 وجو مستلمين الأرض بالقوة بتاع الشرطة، خدونا في السجون 8 أيام وإحنا نتنقل من المركز ده للمركز ده. طبعا خدوا الأرض وفضلت معاهم من 97 لغاية 2011 لما قامت الثورة. إحنا نزلنا في الأرض بتاعتنا واستلمناه ووضعين اليد عليها لغاية الآن وبنزرع فيها. تمام بس لا بناخد لكيماوي لا من جمعية ولا من الزراعة ولا من أي حاجة خالص. يعني الكيماوي بنشريه من سوق السودة من بر، الشكارة ب 160 جنيه وما زالت الأرض معانا. وإحنا عاوزين العدال، عاوزين العدالة، عاوزين العدال، مش عاوزين أكتر من نعيش في وسط الدولة. احنا معانا أطفال، البيت كان فيه نفر واحد، أنا كنت أنا وزوجتي سالت ما استلمت الأرض معايا 25 نفر بتاكل عيش. النتاج بتاع ده أقل بيت. فاحنا مش عاوزين إلا العدالة بس، العدالة بس. الأرض دي تردنا وتسجل، مش كل يوم يودنا بلغ للنيابة، بلغ للشرطة، بلغ يعني كل أسبوع لازم بلاغ للنيابة وبلغ للشرطة، ومهددين على طول.
فإحنا مش عاوزين إلا العدالة يا جماعة. اي حد يجي يتكلم اتفضل. تعالى تعالى تعالى.